أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل تكفي المصافحة باليد عند لفظ السلام؟ السلام، لفظ السلام لا بد منه، والمصافحة هذه زيادة خير، هذه زيادة خير. السلام هذا لا بد منه، فإن حصل معه مصافحة فهذه زيادة خير وأحسن، وإن لم يحصل منه مصافحة فيكفي السلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.